أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على تحذيرات بعثة الصليب الأحمر من كارثة وشيكة تطال مرضى الفشل الكلوي. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن من استمرار إهمال الرعاية الصحية بمراكز غسل الكلى، إذ يواجه آلاف اليمنيين شبح الموت وحدوث كارثة إنسانية كبيرة. مدير البعثة في اليمن كارلوس باتاس قال إن 4426 مريضا بالفشل الكلوي باتوا يواجهون شبح الموت نتيجة توقف أربعة من مراكز الغسيل، بالإضافة إلى شح الأدوية والمواد الخاصة بالغسيل الكلوي في بقية المراكز، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن أن معدل الوفيات بسبب تدني خدمة المراكز الصحية في اليمن بات يشكل 25% من إجمالي الوفيات بالبلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن إنقاذ آلاف اليمنيين من الموت بالأمراض والأوبئة؟ وما الذي عملته وزارة الصحة والمنظمة الدولية في هذا الصدد؟ قبل النقاش مشاهدينا نتابع وإياكم هذا التقرير. ما أكثر طرق الموت في اليمن، وما أقل سبل الحياة في بلد تقضمها الحرب والأوبئة والأمراض. كل يوم يجد الموت طريقا لخطف أرواح اليمنيين. أصبح سكان قطاعات موزعة ولكل قطاع سبب للموت، سواء الأطفال أو الراشدون أو الشيوخ، باتت فرص الموت متساوية أمام الجميع. من لم تقتله الميليشيا قد لا ينجو من غارة طائشة للتحالف، ومن ينجو من الاثنين لا يعني أنه ظفر بالحياة. فهنالك الأمراض السارية والأوبئة القاتلة التي عاودت اجتياح اليمن بعد عقود من اختفائها، وحتى الأمراض المناعية هي الأخرى لا تدع مجالا للحياة أمام المصابين بها. وأمام انهيار المنظومة الصحية أصبح بإمكان أي مرض بسيط أن يتحول إلى قاتل شرس، في ظل افتقار الأهالي للعلاج والخدمات الصحية البسيطة التي كان بإمكانها الحيلولة دون وفاة آلاف اليمنيين حسب تصريح منظمة الصحة العالمية. مؤخرا حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن من استمرار إهمال الرعاية الصحية بمراكز غسيل الكلى، إذ يواجه آلاف اليمنيين شبح الموت وحدوث كارثة إنسانية كبيرة. مدير البعثة في اليمن كارلوس باتيس قال إن 4426 مريضا بالفشل الكلوي باتوا يواجهون شبح الموت نتيجة توقف أربعة من مراكز غسيل الكلى، بالإضافة إلى شح الأدوية والمواد الخاصة بالغسيل في بقية المراكز. كارلوس أضاف في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن إن معدل الوفيات بسبب تدني خدمة المراكز الصحية في اليمن بات يشكل 25% من إجمالي الوفيات في البلاد. وشدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان نائب وزير الصحة دكتور عبد الله دحان. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. حياكم الله دكتور. يعني بداية بالحديث عن أمراض الفشل الكلوي، ما هو الوضع حاليا في البلاد فيما يخص مراكز العلاج ومراكز الغسيل أيضا؟ بداية تحية لك ولمشاهديك الكرام على اهتمامكم بهذا الجانب المهم من الجوانب الحياتية التي يعاني منها أبناء شعبنا في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية من تاريخه المعاصر. عموما إجابة على سؤالك فيما يتعلق بمرضى الفشل الكلوي واحتياجاتهم الملحة المتمثلة بتوفير متطلبات إجراء الغسيل الكلوي لتمكينهم من الاستمرار بالعيش في أوضاع صحية أفضل. لا شك بأن مرضى الغسيل الكلوي يعانون معاناة شديدة في هذه المرحلة لعدم توفر المحاليل والأدوية الضرورية واللازمة
استمرار تشغيل مراكز غسيل الكلى المنتشرة في مختلف مناطق البلاد. وربما أشار التقرير إلى إغلاق 4 مراكز، ونحن نخشى من أن تضطر الكثير من المراكز الخاصة بتقديم خدمات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي إلى إغلاق أبوابها أمام المرضى المستفيدين من خدماتها. الحقيقة أننا نبذل جهود كبيرة في إطار الحكومة وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في العمل على توفير هذه المحاليل الضرورية واللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لمرضى الفشل الكلوي. وربما أنكم سمعتم بين الوقت والآخر أو اطلعتم بين الوقت والآخر على نداءات استغاثة من عدد من مراكز الغسيل الكلوي بأن المحاليل اللازمة والأدوية الضرورية لتقديم خدمة الغسيل الكلوي للمرضى أصبحت إما كانت توشك على الانتهاء أو أنها منتهية فعلا، وكانت هناك استجابات متعددة من جهات مختلفة في مراحل مختلفة، إلا أننا نعتقد بأن الحل لا يكمن في الاستجابة للنداءات، أي أننا نبقى إلى أن يصدر هذا المركز أو ذاك أو المسؤولين عنها في مختلف مناطق البلاد نداءات استغاثة. وكما تعلم بأن نداء الاستغاثة غالبا ما يطلق عندما تكون الأمور وصلت في هذا المركز أو ذاك إلى مرحلة يصعب معهم أو عليهم التصرف بما يكفل إنقاذ حياة الكثيرين من الناس. نحن نسعى إلى أن نعيد عملية توفير المحاليل والأدوية بشكل منتظم وبما يغطي احتياجات المراكز، ولدينا إحصائية بعدد المرضى الذي أشار تقريركم إلى أنه يتجاوز 4000 مريض بحاجة لتقديم هذه الخدمات. نعم دكتور. كي نقوم بواجبنا، نحن لا نمن على مرضانا، بل على العكس نحن نشعر أحيانا بالتقصير، وأحيانا نشعر بالعجز، وأحيانا نشعر بعدم القدرة وقلة الحيلة. نعم دكتور. لتوفير ما يجب علينا توفيره لمواطنينا من هؤلاء المرضى. طيب انطلاقا من هذه النقطة دكتور، انطلاقا من هذه النقطة، دعنا نشك معنا في الحوار مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الذي انضم إلينا من هناك دكتور عبد الرحيم السامعي. أهلا بك دكتور. دكتور عبد الرحيم، دكتور هل تسمعني؟ أيوة نعم أسمعك الآن. حياكم الله، أهلا وسهلا بك دكتور. إذا يعني هناك مخاوف دوما من أن تصل مراكز الغسيل الكلوي إلى مرحلة إطلاق النداءات والطلب أو الإيقاف بشكل أو بآخر. بالنسبة لتعز، كيف هو الوضع الصحي عموما؟ كيف هو وضع الصحي بما يتعلق بالفشل الكلوي ومراكز الغسيل؟ شكرا جزيلا لك وللسادة المشاهدين، وشكرا للدكتور عبد الله دحنة وزير الصحة الذي على الدوام نشكو إليه همومنا ويتقبلها بصدر الرحم. أخي العزيز، المشكلة التي يعاني منها مراكز الغسيل الكلوي في تعز هي جزء من المشكلة الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي بالكامل، وهذه مشكلة يعني تعيشها المحافظة والمدينة بشكل خاص منذ 3 سنوات. ورثنا قطاع صحي منهار من الطارئ المخلوع، وبالتالي في أول هزة من هزات هذه الحرب الظالمة والحصار الظالم على هذه المحافظة انهار هذا القطاع، ومن ضمنها مراكز الغسيل الكلوي إلا من جرعات إنعاشية تقوم بها منظمات دولية وجمعيات محلية ومؤسسات مجتمع مدني ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الصليب الأحمر الدولي، أطباء بلا حدود. هذه كلها
جرعات إنعاشية ما تلبث أن تنتهي المساعدة من الطرف المقدم لهذه المساعدة، ثم تعود الأمور كما كانت. إذن المشكلة في المراكز، في مراكز الغسيل الكلوي صوته الآن ارتفع لأنه يقتل بسرعة، لكن هناك موت بطيء يتسلل إلى كل أسرة في محافظة تعز المحاصرة منذ 3 سنوات في جميع الأمراض. لكن ما نلاحظه أن ترتفع أصوات بعض القطاعات أو بعض الأمراض داخل القطاع الصحي طبقا لما رصد لها من قبل المنظمات على بحسب الأجندة التي تعمل بها. على سبيل المثال، مرض السحايا الآن يجتاح مدينة تعز، وهناك أكثر من 160 حالة التهاب سحايا دخلوا مستشفى اليمني السويدي، المستشفى الوحيد للأطفال داخل المدينة الذي لا زال يعمل بإمكانيات ضعيفة، لكن لا أحد يتحدث. لماذا؟ لأنه لا يوجد أموال مرصودة لدى هذه المنظمات، لكن يوجد أموال مرصودة لأمراض موهومة. وبحسب الإحصائيات والأرقام التي تصلهم من قبل المكتب الذي تديره الميليشيات في منطقة الحوبان، هذه مشكلة نعاني منها، ومراكز غسيل الكلى واحدة من هذه المشاكل. والحل الوحيد لها، أكرره وأقوله مرة ومرتين وللألف مرة، أن انقطاع الموازنات التشغيلية ورواتب الموظفين وإعادة هذه الموازنة وهذه الرواتب هو الحل الأمثل والأنقع لهذه المشكلة لا غيرها. طيب، في هذه النقطة دعنا نعود إلى الدكتور عبد الله دحان. دكتور، ما هو المانع أمام إنفاذ هذه النقاط التي تحدث عنها الدكتور عبد الرحيم السامعي من مسألة إعادة الموازنات التشغيلية، إعادة دفع الرواتب بالنسبة لموظفي القطاع الصحي، خاصة وأنه كما يقول الدكتور عبد الرحمن المنظمات تعتمد على المعلومات التي تقدم من مسؤولين يتبعون الميليشيا أو يقبعون في أماكن تسيطر عليها الميليشيات؟ تحية للدكتور عبد الرحيم السامعي. ونحن نشعر بحجم المعاناة التي يعانونها هم كمسؤولين عن قطاع الصحة خاصة في محافظة تعز، ونشعر أيضا بمعاناة قطاع الصحة على مستوى البلاد بأجمعها. نحن نؤكد بأننا نعمل على تلافي ما كان يحدث خلال السنوات الماضية من هذه الحرب المشؤومة التي فرضت على شعبنا في هذه المرحلة، ونشير إلى أننا نعمل على استعادة رصد الموازنات المالية المناسبة لضمان استمرار القطاع الصحي وعدم انهيار النظام الصحي في البلاد. ونتفق مع ما طرح الأخ الدكتور عبد الرحيم بأن رواتب الكوادر الصحية المختلفة في مختلف مجالات قطاع الصحة، ليس فقط في مجال مراكز الغسيل الكلوي، وأدى إلى تسرب الكثير من الكوادر الصحية، وبالتالي تدني مستوى الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الصحية في البلاد بشكل عام وفي تعز بصورة خاصة، نظرا للحالة المؤلمة التي تمر بها تعز على مدى 3 سنوات من حصار واستمرار لعمليات القصف العشوائي، وبالتالي الحاجة أو ازدياد الحاجة لتقديم خدمات في مختلف مجالات العمل الصحي، سواء الطارئ أو اليومي الذي يأخذ الصورة الروتينية. فموازنات تشغيلية خلال السنوات الماضية لم نتمكن من توفيرها بالشكل الكافي للمراكز والمستشفيات والمؤسسات الصحية، وكذلك الرواتب للكوادر الصحية مثلها مثل ما تمر بها الكثير من مؤسسات ومرافق الدولة فيما يتعلق بالرواتب. ونعمل في الحكومة إن شاء الله على تلافي مثل هكذا قصور في مواجهة الاحتياجات الصحية، ولكي نتمكن من تقديم الخدمات الصحية ولو بالحدود الدنيا لمواطنينا، وهي كثيرة
وقد أشار الدكتور عبد الرحيم إلى تفشي بعض الأوبئة ومنها على سبيل المثال ما حدث خلال العام الماضي من فاشية صحية كبيرة على مستوى البلاد، وتعز جزء منها فيما يتعلق بالإسهالات المائية الحادة الكوليرا، والآن يشير إلى مشكلة صحية في التهاب السحايا، وكذلك هناك مشاكل صحية أخرى. فالتقارير تردنا تباعا حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها بما يطلق على بالعربية الخناق أو بالمصطلح الطبي العلمي الدفتيريا، وهناك الكثير من قضايا الصحة ومشاكل الصحة والإصحاح البيئي نعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها، فنسأل الله التوفيق في ذلك. طيب أين تكمن الإشكاليات دكتور عبد الله؟ دعم الأشقاء والأصدقاء لنا سيؤتي ثماره إن شاء الله. عندما نتحدث دكتور عن موضوع الميزانيات التشغيلية وكذلك عن الاهتمام ب يعني طرق العلاج وتكاليف هذه الطرق، أين هي المشكلة عندما لا يكون هناك رصد هكذا أمور في الموازنات لدى الحكومة؟ لا، الحقيقة كان لدينا مشكلة خلال الأعوام الماضية في عدم رصد الميزانية التشغيلية على مستوى كل القطاع الصحي وليس فقط على مستوى قطاع الصحة في محافظة تعز، ونعمل على إيجاد المعالجات. والحمد لله كما تعلمون في الفترة الأخيرة تم إقرار ميزانية الدولة للعام 2018، وهي ميزانية تثير التفاؤل لأن الكثير من جوانب القصور خلال الأعوام الماضية سيتم تلافيها ومعالجتها خلال العام الحالي 2018، ونأمل بألا تتعرض هذه الخطوة لمعوقات من أي بأي شكل كان ومن أي طرف كان لمحاولات قيامنا في إطار الحكومة الشرعية بواجباتنا وأدائنا لها في خدمة لمواطنينا وأبناء شعبنا بمختلف مؤسسات ومرافق الصحة في الجمهورية، وألا تبقى العملية الصحية خاضعة لتقلبات الظروف وهيمنة الأطراف سواء كانت الانقلابية أو غير الانقلابية على مقدرات أبناء شعبنا الصحية، ونتمكن من معالجة الكثير من المشاكل الصحية وإعادة الكوادر الصحية للقيام بواجباتها في مختلف الحالات وبكل تأكيد وبكفاءة إن شاء الله عالية. بكل تأكيد هذا الأمل، لكن دكتور أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى نقطة يعني ذكرها دكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور، تحدثت على مسألة رفع من قبل بعض المكاتب الصحية بأمراض ليست موجودة، وهناك دائما تساؤلات حول دور المنظمات بشكل عام أيضا في المسألة الصحية والقطاع الصحي في اليمن عموما وفي تعز خصوصا، هل لك أن تطلعنا بشكل أكبر على هذا الجانب؟ نعم أخي العزيز، المنظمات الدولية تعمل وفق مؤشرات، لكن من أين تأتي هذه المؤشرات؟ طبعا يفترض أن هذه المؤشرات تصل من وزارة الصحة العامة والسكان التابع أو من الحكومة الشرعية، لكن للأسف الشديد أن هذه المؤشرات وهذه الإحصائيات التي تعتمد عليها المنظمات تصلها من مكتب الصحة الذي تديره الميليشيات، وبالتالي من وزارة الصحة التي تديرها الميليشيات في العاصمة المحتلة صنعاء. إذن هذه المنظمات المتواجدة في صنعاء تعمل وفق المؤشرات التي تصل إليها. على سبيل المثال أنه يعطى لها أرقام ومؤشرات بحسب الرغبة في العمل. أنا أضرب مثال فقط، أن المؤشرات التي وصلت إلى منظمة اليونيسف أن نسبة التغطية في التطعيم الروتيني
للأطفال دون الخمس سنوات في مديرية المظفر، أقول مديرية المظفر وسط المدينة، وسط مدينة تعز، وصل إلى 137%. يعني هذا عمل عظيم، وكأننا في السويد أو كأننا في سويسرا. يعني 137% تم تغطية جميع الأطفال بالتطعيم في مديرية المظفر وسط المدينة. لكن عندما أراد المخرج أن يكون هناك صرف لحملة الدفتيريا، صعدت مديرية المظفر المديرية الأولى التي فيها عدد حالات مصابة بالدفتيريا. الدفتيريا هي أحد الأمراض الخمسة القاتلة التي نمنع وقوعها عن طريق التطعيم. أنت قلت أنك طعمت داخل هذه المديرية وغطيت بنسبة 137%، لكن اليوم تقول أنها الأولى في عدد إصابات الدفتيريا. كيف يصير هذا؟ هل هذا يستقيم مع العقل؟ هذه المؤشرات تصل من الميليشيات إلى هذه المنظمات، وللأسف الشديد أن جميع المؤشرات التي نرسلها إلى غرفة عمليات وزارة الصحة في عدن لا تصل إلى هذه المنظمات. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى الدكتور عبد الله. هل هناك تفاصيل أخرى تريد مشاركتنا إياها يا دكتور؟ أود التأكيد على أننا في إطار النقطة التي أثارها أخي. نعم دكتور معك. يعني دكتور عبد الله الآن في هذه النقطة، على الأقل إذا كانت الحكومة غير قادرة على تمويل مسألة، إذا كانت الحكومة غير قادرة على تمويل مسألة الموازنات والمصاريف التشغيل، هل يمكن على الأقل أن يعني يفعل مسؤول المتابعة مع موضوع المتابعة مع المنظمات الدولية حتى لا تحدث مثل هكذا؟ يعني بالأخير هذا أمر يمكن أن يعتبر فسادا بشكل أو بآخر. لا بالتأكيد أخي العزيز، نحن نسعى بكل ما نملك من إمكانيات لتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الصحي في بلادنا، ونسعى لترتيب أوضاع العلاقة بيننا وبين هذه المنظمات وبما يتناسب الظروف القائمة في البلاد. لا شك بأن ما أشار إليه أخونا الدكتور عبد الرحيم السامعي يشكل إحدى جوانب التي نطرحها ونناقشها مع المنظمات الدولية في سعي منا لإيجاد معالجات عملية وواقعية لما يجري في مواجهة الواقع الصحي في البلاد على الأرض. لكن نحن لا نريد أن نتحدث بما يمكن أن يكون حلولا مستقبلية نتشارك فيها مع غيرنا من الشركاء بتفصيل قد لا يكون متاحا لنا الآن. نحن نقول بأننا سنكرس من لقاءاتنا وجهودنا في التواصل مع المنظمات الدولية ومحاولة وضع المعالجات العملية. طيب ما الذي يمنع دكتور أن تكون دكتور ما الذي يمنع أن تكون هذه المؤشرات من قبل الحكومة الشرعية كما يقول دكتور عبد الرحيم، بدل من اعتمادها على المراكز التي قد تديرها أو قد ترفع بمعلومات مغلوطة لا تناسب لا تتوافق والواقع؟ أخي العزيز، هناك يعني طرق للتعامل مع المؤشرات الصحية في مختلف مناطق العالم، وهي طرق معتمدة من قبل المنظمات الدولية وعلى أسس علمية. ولكن في المناطق التي يمكن أن نطلق عليها مناطق النزاعات المسلحة، وبلادنا للأسف الشديد في هذه السنوات جزء من هذه المناطق، يصعب أحيانا توحيد مصدر المؤشرات. فالمناطق التي لا تسيطر عليها الشرعية يصعب علينا أحيانا جمع الإحصائيات وإعطاء المؤشرات بدقة كما هي من المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية. فلا شك بأن هناك سيكون خلل، لكن هناك بعض المقاييس التي تتعامل بها أو تستخدمها المنظمات الدولية لإيجاد احتمالات نسبة الخطأ في المؤشرات، وبالتالي لا يعتمد كليا على ما يصل من مؤشرات من هنا أو هناك، وإنما تخضع لبعض المعايير العلمية والتي يمكن من خلالها
إيجاد المعالجات المناسبة. نحن نعتقد بأننا رغم هذا العيب الذي كان حادثا في العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين المنظمات الدولية العاملة في قطاع الصحة في اليمن، استطعنا رغم هذا أن نحقق الكثير من النجاح في ترشيد وتوظيف عمل المنظمات الدولية بما يوفر الخدمة المناسبة لأبناء شعبنا رغم هذه الظروف الصعبة والحرجة. وسنعمل على تجاوز ما لم يتم تجاوزه في الماضي خلال الفترة القادمة، ونسأل الله أن يجعل أمر هذه الحرب قصيرا إن شاء الله بإذن الله، ويعم السلام في ربوع البلاد، وتعود الحكومة لممارسة أعمالها في كل مناطقها بالآلية الإدارية والتنظيمية بكل تأكيد هذا المأمول المعتمدة. أشكرك إذن دكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة، كنت معنا على الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. بالعودة إليك دكتور عبد الرحيم، إذن ما هو المتوقع، وما هو إذا ما يعني أخذنا إلى نظرة استشرافية بالنسبة للوضع الصحي في تعز، كيف سيكون خلال الأيام القادمة؟ هل يعني سيذهب أو سيتجه نحو التحسن؟ هل من مؤشرات لديك حول ذلك؟ بالتأكيد أن الوضع لن يقف عند هذا الحد. هناك عدة عوامل تجعلني أن أضع الموضوع في خانة التفاؤل. أولاً، وجود السلطة المحلية الآن اختلف عن ما كان عليه الوضع في السابق. هناك الآن محافظة المحافظة يتصدى للعديد من المشاكل التي تقع داخل القطاع الصحي. هناك بعض المنظمات التي بدأت تعي فعلاً أنها لابد أن تنزل بنفسها إلى الميدان وتنفذ برامجها عن طريق كوادرها بدلاً من الوساطات وبعض الشركاء المحليين أو حتى الشركاء الدوليين الضعاف. ومن مثال هذه المنظمة منظمة أطباء بلا حدود، منظمة الصليب الأحمر الدولي. هذه المنظمات التي تعمل ميدانيا فعلا وتلامس المشكلة وتعمل على حلها. أنا بطبعي متفائل. الكادر الصحي المتفاني الموجود داخل المدينة والذي صمد في ظروف كانت أقسى من هذه الظروف، أعتقد أنه سيكون أكثر صمودا في الأيام القادمة. لكن التعامل من قبل وزارة الصحة مع المنظمات الدولية التي لا زالت حتى الآن تنفذ برامج ومشاريع عن طريق شركاء لا يقومون بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، ونتفاجأ بأن مشروع نفذ هنا وهناك ونتائجه على الأرض لا تساوي ولا 10% من المبالغ المرصودة، أقول أن هذا تدبير بالأموال التي يجمعها المانحون باسم الشعب اليمني ومساعدة اليمنيين. يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على هذه المنظمات أين تصرف هذه الأموال، لأنه بمجرد أن يتم منح هذه المنظمات هذه الأموال لصرفها على اليمنيين تصبح هذه الأموال ملكا لليمن وملكا لليمنيين. ومن حق الحكومة الشرعية ووزارة الصحة والوزارات المختلفة أن تضع عينها على هذه الأموال أين تذهب وكيف تصرف وما هي مدخلاتها وما هي المؤشرات والمخرجات التي تمت على ضوءها تنفيذ هذه البرامج. هذا يجب أن يكون في المستقبل. أشكرك دكتور عبد الرحيم السامع، مدير مكتب الصحة بالمحافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. كما هو الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل منتج الحلقة ماهر أبو المجد، وجميع الأفراد في الطاقم الفني. في أمان الله.